طيب قد شفتوا احد يغير القبلة؟ يغير ايش؟ قبلة. يغير قبلة؟ اي يصلي يعني القبلة كذا يروح كذا. على كيفه؟ المزاج يطلب مرات يقبل شرق ماخذون بالغلط هي شكله في شيء. نحب نحيي والدة يوسف. اوه ايش ايش تذكر؟ جات امه تصحي صلاة الفجر. طيب قم صل. ايوه اخينا في الله قام ما خلى القبلة كذا راح صلى كذا بك بس بي على ال اي على الخاطر بس ايش السالفة؟ انا اقول لك أقوم من النوم ذاهي دهمان. احنا نسميه دهران. احنا نقول دهران دهران عادي. نروح عند القنيسي. حلو لا والله فارس انا احيانا اقوم من النوم يعني ما في وعي كيف يقول يم يمشي في النوم وهذا يوسف. احيانا كانت الوالده وايد مواقف. مره واحده قومتنا حق الصلاه طبعا لا وضوء لا ولا تالي مكي بس قمت قبلت القبلة عندنا غرب. احنا انا قبلت صوب البحر شرق وصليت والله انا خلتني لي ما خلصت ركعتين. ايوه عقب عد من انت قوم. من الروعه والفهاوه اللي فيك. لا انا اقوم من النوم خلاص مفاهي ما يجمع ما اي فهمت فاصل يعني في مره من المرات بس عشان الناس لا تفهم غلط انه مو متوضي ولا مدري شو. لا وقت النوم اصلا انا قايم من النوم وموته مصغره للشخص إيه طالع هو ما يدري إيه لسه ما يستوعب. في مره من المرات طال عمرك دخلت على الوالده الصاله وانا معصب اقول لها وين هذا؟ تقول ايش فيك؟ اقول لها هذا وين؟ من هذا؟ تيك سالفه. قالت لي وش هذا اللي وين؟ قلت لها الحافي. من الحافي؟ البطانيه. قام يترجم نفسه يعني ما تحتاج إيه؟ خلاص ضحكت. إيه؟ برافو. قالت لي بطانيتك فوق راسك. انا مجمع البطانيه محطينها فوق راسي ورايح لها. وانت نايم؟ انا نايم. والله العظيم. يا دلال والله حلقه الحاله. اي هذا صدق هذا يبي له يوم كامل فهمت؟ تجلس حاط الحافي وايد مشكله شيء تخوره. شاد امسك شوي. شو اسوي؟ هو يبا يعرف سالفه اعطونا اعداد قوم من النوم. لا والله حلو المواضيع احسن من بس الاجواء برا تبون نشوفها يلا طريق الله يا مطعم اسمه مايكات واربيز والسوالف هذه يا جماعه. الاجواء برا مطر. لا تنسونا من دعواتكم ولا تنسون المتسابقين الموجودين من دعواتكم واحنا كذلك ما ننسى من حطوا البطانيه على روسكم وحطوا البطانيه على روسكم ولا تنسونها.